الباصة حلوة، انطلاقة بلمسة بعرضية من ميكو أربنوز، الهجمة كرة الطولة والرأسية جيدة من أحمد سعيد، أوكا عالية فوق من رامي ربيعة لمنتخب الشيف في ملعب منتخب مصر لمارسيلو دياز، الهجمة والباصة كرة الطولة من خطيرة جدا، خطيرة وتصويبة خطيرة، مش ممكن مش ممكن مش معقول، باصة ايه، باصة جميلة جدا والتحرك كله ممتاز من اللاعب أليكسس وتصويبة قوية من اللمسة الواحدة جميلة، ولكن صدى بارعة، سرعة رد فعل عالي جدا للحارس شريف إكرام يتألق ويطلع كورته بره الملعب، ركنية تغطية غير جيدة من منتخب مصر في هجمة خطيرة سريعة في الجبهة اليسرى في جبهة عبد الشافي، خلي بالك والنبي يا عبد الشافي من التحركات وانطلاقات